يظل بسم الله الرحمن الرحيم يظل دور المرأة دور إيجابي. يعني أنت تلاقي الحين حتى الرجل الناجح يكون من بيت ناجح، صحيح. أم سهرت على الولد، ربته، أحسنت تربيته، حاولت يعني تعطي أكثر ما عندها. ترى المرأة تعطي ما تنتظر مقابل. فإذا لما نلاقي رجل ناجح أو امرأة ناجحة وراها بيت ناجح، نعم. بيت في توازن عاطفي، صحيح. في توازن مشاعر، في تبادل قدرات بينهم وبعض، واحد يحسن حق الآخر، إذا طلع من عندنا من هذا البيت اللي إحنا قاعد نتكلم إنسان، شخص متزن عقلاني، إذا هذه المرأة بنت قاعدة في المجتمع. فإحنا الحين نطمح أن دائما يكون دور المرأة إيجابي والرجل يسمح لها بذلك، خلي أعطيها مساحة أكبر لأن عندها قدرات. وإحنا شفنا إذا من وزيرة، من دكتورة، صحيح. من كثير عندنا حالات موجودة بالكويت وقاعد يشهد فيها خارج الكويت، صحيح. ودليل على شنو؟ لما تيجي تقيم تجربتها تلقى التقييم ناجح. فإذا المرأة في هذه الحالة شنو تحتاج؟ إلى فرصة من الرجل. تعتقد الفرصة ما أخذتها المرأة حتى تاريخ اليوم؟ أخذت، بس بتشوف عدد قليل. إحنا محتاجين أكبر. توك حضرتك تفضلت قلت إحنا محتاجين المجلس كله نساء بالوزارات. خلت تزيد الكوتا. يعني المرأة لو قررت تعطي فقط المرأة في الانتخابات مجلس الأمة قد تصل تتجاوز نسبة 50%. أنا أعتقد بدأ الوعي أستاذ، بدأ الوعي الحين، حسينا أن المفروض المرأة تنتخب المرأة. وإحنا قاعدين نعطي، ترى أنا واحدة أعطي المرأة حتى قوانين تجربة يعني. بينا يعني حتى الانتخابات اللي قد يكون لها نصيب المرأة بشكل كبير. وهي أدرى مشاكل بعضنا بعض، يعني يدرون أن المرأة شلون تعاني وشلون تسهر وشلون تفعل وشلون يعني. حتى الحين المرأة لو بتشوف بالبيت تدرس والجمعية وتروح تسأل عن عيالها، صح ولا لا؟ والريال مراضي. لا مو عن مراضي ينتقدها. الريال ينتقدها. فإذا المرأة قاعد كل شيء أدوارها مختلفة، اللي بتطالع أدوارها مختلفة، فإحنا محتاجين مساندة. ترى المرأة والرجل مكملين لبعض. أنا أيدي شو.